قال وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الدكتور مصطفى مدبولي أنه تم البدء في تنفيذ المرحلة الأولى بمشروع الشريط السياحي بمدينة أسوان الجديدة، والتي تقع على واجهة المدينة وتطل على نهر النيل بمساحة تقدر ب 181 فدانا وبطول 1330 مترا من واجهة النيل. وأضاف أن مخطط المشروع يتضمن بالمرحلة التنفيذية الأولى تنفيذ فندق سياحي على مساحة 3 أفدنة ويمثل علامة مميزة بمداخل المشروع، ومنطقة فيلات متميزة بمساحة 33 فدانا و12 قراطة.